جماعة البلعوث يجب أن تبتر هالجملة، تبتر على الأرض كقوة مسلحة معتدية، وتبتر كمصطلح. الفترة التي تشكلت فيها حركة رجال الكرامة بحاجة لرجل مرحلة، وبتحتاج لشخص يكون قوله فعل. فجاء الشيخ الشهيد يحمل خطاب كل الناس بحاجته. المرسوم اللي طلعه رئيس الجمهورية بناء على الكلام اللي حكاه خيب فهد بلافي انه نحن بطل عنا تجنيد اجباري، خلصنا. بدنا كل المخاطيف، بدنا اي تعدي ممنوع، لا بخطف ولا بقتل ولا حدا.